دار الحافظ مثل النجم اسم مقرون بالعلم كالطير بسماء الطفل زاه من كل الألوان دار الحافظ مثل النجم اسم مقرون بالعلم كالطير بسماء الطفل زاه من كل الألوان صاغت قصصا للإيمان حدثت في ماضي الأزمان حتى تملأ منذ الصغر قلب الطفل بالإحسان قصة آدم عليه السلام وقصة قابيل وهابيل. خلق الله تعالى الأرض والجبال والبحار والأنهار والحيوان والطير والسماء والنجوم والشمس والقمر، وخلق الله الملائكة الذين يعبدونه ولا يعصون له أمرا. وهذه الأرض التي نعيش عليها خلقت قبل الإنسان، فلم يكن فيها عمران كما هي الآن، فأراد الله أن يخلق آدم ويجعله خليفة في الأرض. خلق الله آدم من الطين وبعث فيه الروح والحياة، وقد أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم عندما ينفخ فيه الروح، فأطاعت الملائكة أمر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك،
قال إني أعلم ما لا تعلمون. أما إبليس وكان من الجن فقد عصى أمر الله ولم يسجد لآدم كما سجدت الملائكة، لأنه كان مغرورا وكان يعتقد أنه أفضل مخلوقات الله. غضب الله على إبليس وطرده من الجنة وقال له إن عليك اللعنة إلى يوم القيامة. وأصبح إبليس منذ ذلك اليوم يعمل على إيذاء الناس وإغوائهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. بعد أن خلق الله آدم عاش فترة من الزمن لا يجد من يسليه، حتى خلق الله له زوجة من جنسه تعيش معه واسمها حواء. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. عاش آدم وحواء في الجنة عيشة سعيدة، أما إبليس فقد عزم على الانتقام من آدم وحرمانه من الجنة، فتمكن من أن يغوي آدم وحواء بأن جعلهما يأكلان من الشجرة المحرمة. عرف آدم وحواء عندما أكلا من الشجرة أنهما قد عصيا الله، فأصبحوا يستغفرون الله ويطلبون منه المغفرة والرحمة على ما فعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. بدأ نظام الحياة على الأرض يتغير، واستعدت حواء لاستقبال أولادها، وكان أول من رزقهما الله قابيل واخته في بطن واحد، ثم ولدت هابيل واخته في بطن واحد. كان قابيل غليظ القلب قاسيا، وكان هابيل طيبا ويحب الخير لنفسه ولغيره. أوحى الله لآدم أن يتم الزواج بين أبنائه الأربعة بأن يتزوج قابيل أخت هابيل ويتزوج هابيل أخت قابيل. رفض قابيل أمر والده وأبى إلا أن يتزوج من أخته التي ولدت معه، أما هابيل فقد أطاع والده ورضي بحكمه. أما آدم فقد قرر حل الخلاف بإلهام من الله بأن يقدم كل من الأخوين زكاة من ماله ويضعها فوق الجبل، فمن تقبل زكاته يكون أحق بتنفيذ طلبه وتحقيق رغبته. وكانت النتيجة في اليوم التالي أن قبل الله زكاة هابيل ورفض زكاة قابيل، فما كان من قابيل إلا أن حقد على أخيه وقرر قتله بعد أن وسوس له الشيطان. قتل قابيل هابيل وجرى أول دم إنساني على وجه الأرض. وقف قابيل أمام جثة أخيه لا يدري ما يفعل، فأرسل الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما الآخر، فصار الغراب الحي يحفر الأرض، ولما صارت حفرة كبيرة جره إليها ثم غطاه بالتراب. لما رأى قابيل ذلك قال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأدفن أخي؟ ثم حفر حفرة له ووضعه فيها
وغطاه بالتراب. عاش آدم بعد ذلك هو وحواء زمنا طويلا، ورزقهما الله ببنات وبنين، وتزاوجوا جميعا، ثم كان لهم أحفاد، فكثر الناس وانتشروا في الأرض. يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، يا مالكا حياتنا بالفضل والإحسان. يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، يا مالكا حياتنا بالفضل والإحسان. املأ ربي عمرنا بالطهر والإيمان، املأ ربي عمرنا بالطهر والإيمان، املأ ربي عمرنا بالطهر والإيمان، املأ ربي عمرنا بالطهر والإيمان. يا خالق يا رب يا غفار، يا رازق الأطيار.
قلبي.